تطورات ملف الحرب في أوكرانيا، حيث تبادلت القوات الروسية والأوكرانية القصف في مناطق عدة شرق أوكرانيا، في حين سقط قتلى في لوغانسك التي تسيطر عليها القوات الروسية. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد. عودة الحديث وبروز يعني عملية المواجهات التي تجري في شرق أوكرانيا، هل هي يعني روتينية تجري بشكل دائم، أم أن هناك تطور في طبيعة العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا اليوم؟ رولا، على جبهات محددة ربما يكون هناك تطور ملحوظ خاصة في منطقة خاركيف، أما بالنسبة لمثلا مدينة باخمود فهناك تراجع وفق البيانات العسكرية الأوكرانية. في المجموع ساعات هذا اليوم شهدت 16 هجوما للقوات الروسية. يقول الجانب الأوكراني والجيش الأوكراني بأنه تمكن من صدها. يذكر الجانب الأوكراني بأن القوات الروسية ما زالت تواصل محاولاتها من أجل الاحتلال الكامل لمنطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين تشكلان إقليم دنباس. هناك خلال الساعات الماضية جرت عشرات الاشتباكات على طول الخط الفاصل. الجانب الأوكراني ما زال يذكر عدد من المحاور الرئيسية التي تتم فيها الاشتباكات وتستمر فيها المحاولات الروسية على ما يبدو من أجل اختراق الدفاعات الأوكرانية وتشكيل ضغط قبيل هذا الهجوم المضاد الذي يتحدث عنه الجانب الأوكراني. طبعا المراكز الرئيسية للقتال باتت متمحورة في أفدييفكا، ليمان، وكذلك كوبيانسك. هذه المدينة كوبيانسك الواقعة في مقاطعة خاركيف شهدت تقريبا معظم البلدات القريبة منها اشتباكات هذا اليوم، ربما مما يعبر عن طبيعة ربما الاستهداف الروسي الواسع لمنطقة خاركيف. في خاركيف اليوم ذكر بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية وكذلك رئيس الإدارة العسكرية لهذه المقاطعة بأن هناك كانت محاولات لاختراق الحدود من الجانب الروسي إلى أوكرانيا، محاولات من قبل مجموعات يصفها الجانب الأوكراني بالمجموعات التخريبية. يقول الحاكم العسكري لهذه المنطقة بأنها تراجعت بعد أن قام الجانب الأوكراني بقصفها ومنعها من دخول الأراضي الأوكرانية. لماذا هذه المجموعات التخريبية كما يقول الجانب الأوكراني؟ حاولت ربما جس نبض التنسيق بين القوات الأوكرانية على الحدود. بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أشار أيضا إلى هذه النقطة وقال بأنه على مدار الفترة الأخيرة باتت تجري محاولات من مجموعات دائما يسميها بالتخريبية في محاولة لاختراق الحدود الأوكرانية في مناطق سومي في الشمال الشرقي، في خاركيف في شرق البلاد، وكذلك في منطقة خيرسون في الجنوب. بالنسبة للتطورات في المنطقة الجنوبية، هناك اليوم جرى قصف على البلدات والمدينة الواقعة في الجهة اليمنى، قصف مدفعي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وفق ما قالت الإدارة المحلية. الجانب الأوكراني من جانبه وقيادة عمليات الجنوب ذكرت بأن الجيش الأوكراني قام بقصف مواقع تتركز بها القوات الروسية ومعدات للأسلحة، ويقول بأنه تمكن من القضاء على 11 جنديا روسيا في الجهة اليسرى من مقاطعة خيرسون. في الجنوب أيضا وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم في زيارة إلى مدينة أوديسا، عين قائدا جديدا عسكريا جديدا لهذه المنطقة، وقام بعقد لقاء للقادة العسكريين في هذه المنطقة حول التطورات الميدانية في المنطقة الجنوبية، خاصة مع التهديدات الكامنة والتي قالت عنها قيادة عمليات الجنوب بأنها هناك احتمال بأن تعود أو يعود القصف الروسي مجددا من انطلاقا من المنطقة الجنوبية في ظل ما يسميه التحرك المريب للسفن الروسية التي تحمل عدد من صواريخ كاليبر. أبرز التطورات الميدانية نتابعها معكم في هذا التقرير.